الاستاذ زكريا حمدون الباحث السياسي في لبنان. استاذ زكريا اهلا وسهلا بك. عفوا بس العائله الدكتور زكريا حمودان وليس حمدون. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا عزيزي. اهلا اهلا بك. الحقيقه يعني ما يحدث الحقيقه قلبنا مع الشعب اللبناني ومع ما تفعله المقاومه اللبنانيه الشريفه الحقيقه، ولكن الحقيقه الاسئله يعني الاختلاف اللبناني الداخلي حول ما يحدث الحقيقه ربما يضعف شويه من الموقف. الشيء الثاني بعد تولي السيد نعيم قاسم القياده في حزب الله فوجئنا باسرائيل بتعلن عن عمليه انزال واختطاف احد قيادات حزب الله. الامر ده ازعج ناس كثيره جدا جدا من الذين يؤيدون المقاومه الوطنيه اللبنانيه الشريفه. نعم. يعني اولا بس شويه تنويه بانه الشيخ نعيم قاسم استلم وهو بالمرحله هيدي حصلت اعاده ترميم لجميع المناصب او نقول جميع القيادات في المقاومه تم اعاده استلام بعدد جيد منهم، وبنفس الوقت يعني من تم اختطافه ليس قيادي، يعني للتوضيح من تم اختطافه حتى الان يعني حسب معلوماتي معلومات مؤكده بانه هو شخص اعتقد ان الاسرائيلي التبس عليه الموقف بين اسم عماد امهز وعماد امهز المطلوب. فلذلك انا بتقديري الجو بالاعلام يشير وكانه الاسرائيلي عمل عمليه بطوليه. هذه العمليه التي قام بها هي ادت لاختطاف شخص يتعلم بمدرسه بحريه وليس قيادي في حزب الله. طيب وهذا امر مؤكد يعني. هلا طيب. بالنسبه لموضوع انه القلوب مع الشعب اللبناني هذه بالعاطفه امر جيد، بس ولكن انا اؤكد لك يعني نحن بوضع مريح في هذه المعركه، وبالنسبه للداخل اللبناني عملية ضبط الداخل اللبناني، وهون أشدد على كلمة ضبط برغم أنه البعض قد يعتبرها هي نوع من التعالي، ولكن نحن في معركة مع العدو الصهيوني لسنا في معركة عادية في المنطقة. فالأمور بالداخل اللبناني جدا مضبوطة يعني، يعني حتى البعض اليوم الذين صرحوا مثل المطرك عندما صرح عن موضوع إعادة فتح المدارس، أو رئيس التيار الوطني الحر الحليف السابق لحزب الله عندما صرح عن هذا الأمر، يعني أظن بأنه هيدي شوية إملاءات أمريكية غربية، ويبدو أن البعض في لبنان اعتقد أن المقاومة ضعفت أو أن المقاومة انهارت وأنه بدأ يركب مشاريع. أنا أقول لهذا البعض بأنه المقاومة، قلت هذا الأمر وأشدد عليه اليوم، قلت هذا الأمر ببداية أكتوبر عندما كان البعض يعتقد وكأن المقاومة عن جد فعلا انتهت. المقاومة استعادت قوتها ودورها، والمقاومة أطمنك أنا أن المقاومة بخير. المقاومة لا تستطيع أن تعمل بحسب ما يطلب الجمهور، المقاومة تعمل ضمن مخطط، هذا المخطط غير محصور فقط في لبنان. حضرتك مع ضيوفك كنت تتحدث عن المنطقة فيها تغلي وفيها الكثير من التجاذبات من الإيراني إلى الأمريكي وإلى ذلك. هذه المعركة اللي عم تسألني عنها هي مرتبطة في المنطقة وغير محصورة في لبنان، يعني جبهة لبنان هي الجبهة الرئيسية اليوم، ولكن جبهة لبنان لا تسقط إلا مع سقوط كل محور المقاومة. بحسب حساباتنا نحن هذا الأمر يعني حسابيا بحسب التحليل الاستراتيجي هذا الأمر شبه مستحيل. أشكرك شكرا جزيلا، طمنتنا دكتور زكريا، شاكر فضلك فندم. عندنا قصص تانية هغطيها بعد هذا الفاصل، أرجوكم ابقوا معنا.